موجز اقتصادي من الرافدين، أهلا بكم. قال النائب في برلمان كردستان العراق دياري أنور إن ارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل عالميا يجب أن ينعكس على وضع المواطنين في كردستان. وأضاف أنور إن حكومة كردستان يجب أن توقف الاستقطاعات الحكومية من رواتب الموظفين البالغة 21%، لأن غياب الشفافية والرقابة بسبب فساد السلطة وأحزابها يمنع وجود إحصائية دقيقة عن حجم الصادرات والواردات، مشددا على وجوب إعادة الرواتب المدخرة التي لم توزع على الموظفين العام الماضي لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم. انخفض سعر خام البصرة الخفيف إلى 68 دولارا للبرميل، فيما شهد الخام الثقيل ارتفاعا ملحوظا، وبلغت نسبة انخفاض خام البصرة الذي هبط سعره إلى 68.14 دولارا 2.31% عن يوم السبت، إذ بلغ سعره 70 دولارا، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 67.57 دولارا للبرميل بنسبة 4.34%. يذكر أن أسعار النفط ارتفعت اليوم قبل أن تنخفض مجدداً ليسجل خام برنت 67.91 دولاراً وخام غرب تكساس على 64.61 دولاراً. طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة القادسية بمنع استيراد المحاصيل الزراعية عبر منافذ كردستان العراق. وقال رئيس الاتحاد محمد كشاش إن الحكومة مطالبة بإغلاق منافذ محافظات كردستان لمنع استيراد ودخول المنتجات الزراعية والفواكه لدعم المنتج المحلي، موضحا أن محافظة القادسية وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمنتجات الزراعية والحيوانية، وهي بحاجة إلى دعم المنتج المحلي عبر منع الاستيراد وإغلاق المنافذ الرسمية وغير الرسمية. قفزت أسعار النفط فوق حاجز 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 14 شهرا بسبب هجمات ميليشيا الحوثي على منشآت النفط في السعودية. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن هذا الارتفاع يأتي بعد إعلان السعودية عن تعرض منشآتها النفطية إلى هجوم ميليشيات الحوثي الأحد الماضي، ما تسبب بتهديد إمدادات النفط العالمية. وأضافت الصحيفة أن خام برنت ارتفع بنسبة 2.9% إلى 71.38 دولاراً للبرميل صباح الاثنين في آسيا، بينما ارتفع خام غرب تكساس بمقدار مماثل إلى 67.98 دولاراً للبرميل. قللت وزارة الخزانة الأمريكية من مخاوف التضخم الاقتصادي بسبب جائحة كورونا. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن المخاوف من أن حزمة الإعانة البالغة نحو تريليوني دولار المخصصة لمواجهة آثار كورونا قد ترفع معدل التضخم ليس في محلها. وأضافت يلين أن الإجراء الذي سيوفر 1400 دولار كإعانات لملايين الأمريكيين سيوفر الإغاثة اللازمة ويساعد الاقتصاد على التعافي بحلول العام المقبل. يذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ في شباط من العام الماضي قبل فقدان 24 مليون وظيفة بسبب وباء كورونا أدنى مستوى له منذ قرن بنحو 3.5%. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.